بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عرب، عمرو دوني معاكم arabic.html.com. النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا لاي ويب ديفلوبر، ودي طبعا سواء جديد سواء قديم انت محتاجها، سواء انت اكسبيرينس بقالك شغال بقالك زمان عندك خبره، او جديد الجزئيه دي بتحتاجها، وهي الفاير باج. طبعا الفاير باج احنا بنشتغل بيه لحاجات كتير، يعني لو مثلا احنا جداد او سواء جديد سواء قديم، افرض انت دخلت على موقع فيه جزئية عجبتك، الستايل ده شكله حلو، البانل شكله جميل، طب هو عامله ازاي؟ ممكن ان انا ابص عليه HTML و CSS وابدأ ابص هو عمل الافكت ده ازاي او اشتغل ازاي. ممكن ابص عليه برضو جافا سكريبت، جي كويري والحاجات دي كلها. ممكن ان انا اشتغلت على موقع من زمان وبعدين نسيت كل حاجة، لما اجي ارجع عليه الفاير باج برضو بيساعدني ان انا ممكن اروح لكل حاجه بسرعه اسرع. او واحد عمل موقع وجاي لك ان هو ان انت تعدل فيه حاجات، فانت طبعا لسه ما انتش عارف اي حاجه في الكود، فالفاير باج بيساعد. طبعا الفاير باج بيبقى موجود دلوقتي حاليا في جميع البراوزرات، من اول انترنت اكسبلورر 9، كروم، سفاري. على فكره كروم وسفاري الفاير باج بتاعهم هو واحد، اوبرا، وفي فايرفوكس. بس فايرفوكس ما بقاش جاي معاه، هو بيبقى اكستنشن انت بتزوده للبراوزر نفسه. طيب يا مسهل يا كريم، الله يلا بينا نبتدي. احنا ان شاء الله هنبتدي على الموقع اللي احنا عملناه قبل كده، اللي هو PSD ل HTML و CSS و jQuery. طبعا ده الريزولت الاخير. هنيجي عند الايقونه دي وهاجي ادوس عليها كده دوسه، وهاجي انزل على اكسترا وانزل على help program for entrepreneurs. دي طبعا بالهولندي بس انجلش هتبقى help programs for developers. control shift i، ممكن ادوس هنا او ممكن اروح اقول control shift i. وعلى فكره شورت كات احلى، على اساس ان انت كل حاجه بتسرع الوقت، واحنا طبعا محتاجين الوقت زي ما انتم عارفين. كل هافر على اي منطقه بتيجي المكان اللي انت عايزه. ممكن هنا نفتح الديف بتاعنا، يبقى عندنا ديف فين هنا اهو، وبعد كده بفتح من جوه واشوف كل حاجه شغاله عامله ازاي، او باجي على العدسه الصغيره دي وباجي هنا اهو وباجي نقف عليها تاني وباجي ببص، ببقى واقف على كل حاجه. يعني لو وقفت فوق هتلاقيه جايب لك ال H3 تاج، دي طبعا الازرق اللي هو الاليمنت نفسه، والاخضر اللي هو البادنج اللي متاخد. هنيجي هنا هو الاورنج اللي هو البرتقاني هتلاقيه، المارجن والازرق ده برضو هو الاليمنتس نفسه. انا باجي ببص وبشوف، طيب انا افرض دلوقتي، وفي طبعا ريفيو فوق زي ما انت شايف، في ديف مش عارف ايه، وبعدين بتيجي هنا يقول لك الايمج 950 بكسل في 400 بكسل، هعمل عليها كليكايه تحت ال HTML جايب لك بالظبط المكان، وطبعا السورس بتاعها فين والكلام ده كله، البوزيشن الستايل بتاعها، وزي ما احنا شايفين الجي كويري شغال. ونيجي هنا اهو هنلاقي الستايل بتاعها، ايوه هنا اهو الستايل بتاع الابسولوت توب ليفت مش عارف ايه الاوباسيتي بتاعتها وكل حاجه. في برضه طريقه تانية اسرع دي، بس دي بتيجي على لا في لسه طريقتين، احنا ممكن نقف هنا اهو على اي ايكون احنا عايزينه، بنيجي نقف ورايت كليك وننزل نقول element انسبكتير اللي هي اكسبكت اليمنتس، بتلاقيه يفتح معاك بالظبط في نفس المكان الايمج لوجو مش عارف ايه، وهنا جايب لك الهيدر ان الايمج اللي احنا شغالين عليها وعملنا الفلويد بتاعها ليفت. وهنا بيقول لك ان هو في ستايل دوت سي اس اس اللاين بتاعها 26. ولو بصينا تحت زي دريم ويفر بالظبط هتلاقيه داخل لك على ايمج ديف هيدر ان ديف هيدر بادي HTML وهكذا وهكذا وهكذا. هنبص برضو على اخر طريقه، دي اسهل طريقه، دي اللي انا بستعملها على طول، اللي هي دي بتاخد لفايرفوكس وكروم بس، اللي هي بتدوس على F12 وبعد كده بتنزل على هنا على طول، لان على طول بدل ما تدوس على كذا كيبورد، هو كيبورد واحد بيبقى احلى الشورت كات، يبقى F12 وبتيجي بتدوس على العدسة الصغيرة وبتيجي انا عايز الجزئية دي، بقوم دايس عليها بيجي لي هنا بيقول لي ده البوتن ريد مور، وهنا الريد بوتن هنا، وبيقول لك ان المارجن توب بتاعه 15
والويت والكلام ده كله. انا عايز اشيل الكالر مثلا، طبعا الكالر مش موجود لان هو هنا الار جي بي، لان كنت مخليه ار جي بي. انت ممكن تيجي من اهو ونخليها هاكس كالر، يبقى كده الكالر بتاعنا رجع تاني في باك جراوند وفي الايمج بتاعتنا وفي كل حاجة. هنا احنا ممكن نيجي دبل كليك كليكاية واحدة وبنيجي نشوف احنا عايزين ايه. يعني هنقول مثلا ايه، هنقول بادنج، وزي ما انت شايف بيجي لك ابديت كامل بادنج، وبعد كده بتدوس على انتر عشان تروح الجنب التاني، وبتقول 20 بكسل مثلا كل حاجة. بكسل كل حاجة بتيجي لايف ابديت زي ما انت شايف. طبعا احنا بوظنا كل حاجة، بوظت كل حاجة. هو كل اللي عليك ان انت بتروح تعمل F5 او كنترول R، او بتيجي نهو ريفرش كل حاجة رجعت زي ما كانها. بس طبعا احنا بنقعد نلعب وبنقعد نبص. هنا هنيجي نبص في ريسورس، الريسورس طبعا مش هناخد كل الحاجات دي، بس احنا هنبص على الحاجات المهمة اللي احنا عايزينها دي. طبعا ال HTML وال CSS دي طبعا اللي احنا محتاجينها جامد. وقبل ما نروح على الريسورس الصحيح، هنروح من ستايل ونروح على ماتريكس. وهنا طبعا انا واقف على الريد مور. الريد مور هنا بيقول لك ان هي 116 في 26 بكسل، ملهاش بادنج، في بوردر جميع النواحي 2 2 2 2، لان في بوردر هنا. بعد كده في مارجن توب باس، لان هنا في 15 وهنا مفيش اي حاجه. طبعا بقيه الحاجات دي بروبرتيز ودوم، كل الحاجات دي بتخش تبع اللهم صل على النبي جافا سكريبت وتي كويري. طبعا بدل ما نقعد نحفظ كل الحاجات دي كده اهو، هي هو بيجي يقول لك على كل حاجه وانت بتاخدها وبتغير الشغل بتاعك في جافا سكريبت. هنبقى نبص على حاجه كده صغيره الجي كويري برضو. ريسورسز هنا طبعا الريسورسز الفايل كله اندكس اتش تي ام ال، وهنا الايمجز، وهنا كل الايمج اللي بتبقى موجوده. ده طبعا احنا بنشتغل، انا شغال لوكال، بس انت بتشتغل سواء انت بتشتغل. يعني لو رحت على الموقع واف 12 هنا اهو، هتلاقي الموقع برضو ظهر لك، وهنا الموقع بتاعي، وهنا مش عارف ايه، هنا السورسز، وهنا انا بشوف الحته دي بتعمل ازاي، الجزئيه دي اتعملت ازاي. الكلام ده كله احنا ما بنبصش للوكال بس، احنا بنبص للوكال ولايف فاير باج بتشتغل عليه اي حاجه خالص. وهنا زي ما قلنا السورسز، هنا هو الفوتوز والكلام ده كله، الايمج كل حاجه. في طبعا ساعات ان احنا ممكن في صور ان احنا ممكن ناخدها، بس طبعا ما تاخدش اي حاجه. هنا بنقوم قايلين رايت كليك كوبي يو ار ال، بتيجي كنترول تي كنترول في انتر، بتيجي الصوره بتيجي الصوره رايت كليك اوف بيلدينج اوبس لاند اس اللي هي ايمج سيف از، وبتحفظها طبعا في المكان اللي انت عايزها. في هنا السكريبت برضو كله بتيجي. طب الموقع ده السلايدر اللي هو عامله حلو، طب هو مستعمل سلايدر نوعه ايه؟ بتيجي هنا مثلا هو حاطط ايزنج، هو حاطط طبعا الجي كواري لازم. ده هو بيستعمل سايكل بلوجنز، في اللي هو سكرول تو توب، وفي السلايدر اللي هو شغال بيه. تمام، هنيجي هنا النتورك. طبعا مش هنبص على الحاجات دي كلها، بس هنا طبعا عشان السرعه، سرعه الموقع، هنبقى نبص على الحاجات دي بعدين. هنا ده طبعا السكريبت، انت بتختار من ان هو او تمام. هنا التايم لاين، هنا مش عارف البروفايلز. بتيجي بنيجي هنا على الكونسول، وطبعا الكونسول دي من الحاجات المهمه ان انت بتشتغل بيها جي كويري او جافا سكريبت. احنا نبص برضو على مثال سريع. احنا طبعا مش مركزين جي كويري، بس احنا هنبص على اي حاجه. يعني احنا لو هنا بصينا قبل اي كل حاجه، لو انا جيت بصيت هنا اهو على الاليمنتس نفسه، وهاجي انزل هنا اهو، السرعه بتاعتنا هنشتغل ازاي. انا عايز اشتغل على ريد مور، ان انا عايز اعمل الفونت بولد. طيب هاجي اقف هنا اهو، واجي اقف عليها كده اهو، هي وقفت لي هنا اهو. تيجي هنا لو هي بوتن وخلاص، او اذا كان ليها كلاس، بتيجي دبل كليك ونقول مثلا كنترول سي، وبنروح على التكست اديتور بتاعنا على السي اس اس، كنترول اف كنترول في، وبنيجي نقول فايند نيكست، بيجي بيجيب لك المكان بالظبط. بس خلاص يبقى احنا وصلنا هنا اهو، وهنقول له فونت ويت هيبقى بولد، مش
سلام كولن، سيفنا، عملنا ريفرش، وصلنا لكل حاجة بسرعة من غير ما نقعد ندور انا فين بالظبط والكلام ده كله، غير ما نيجي نعمل رايت كليك ونيجي نقول بيج سورس، ونيجي هنا نقعد نقول طب انا فين بالظبط المكان، طب انا هنزل انا فين. او احنا هنا احنا ممكن برضو ندور، احنا كل اللي هنعمله برضو هنقول كنترول اف وبوتن، هتلاقيها جايب لك بوتن بالظبط نفس المكان بالظبط. هنيجي نبص عليها. في حاجة تانية عايز اتكلم عليها قبل ما نروح نشوف الكونسول. في هنا لو رحنا على الفايل نفسه، هنا انا كتبت بولد مثلا بالاي، غلطت مثلا، بولد بالاي، سيفت وجيت عملت ريفرش. طب انا مش شايف البولد اللي انا عملته، باجي هنا بقف على الالمنتس نفسه وباجي هنا بروح على السي اس اس، وهنا هتلاقي بيقول لك اه في غلطه عندك هنا، هو في حاجه غلط عندك ان هو ماهوش قاريها صح في ستايل دوت سي اس اس 231. فاحنا بنروح على 231 اللي هو الرايت ديف بوتن، ونيجي اه لا انا حاطط او اي، بحط الاو بتاعتي وبسيف وبعمل ريفرش والبولد بتاعنا جه. طيب هنروح نشتغل على الكونسول. لو رحنا بصينا هنا اهو، وهنقول مثلا هندخلها جوه ال document dot ready، وهنحط علامة الدولار بتاعتنا، وهنقول button dot click. يبقى احنا عايزين نعمل function، احنا مش هنركز على jQuery بس، احنا بس بنشوف ان احنا ممكن نعمل اي تارجت لاي حاجه وازاي بتشتغل عليه. نسيت البراكت ده، وبنفتح البراكت، ومن هنا احنا ممكن بنبدا نشوف. بس قبل مثلا ما نبدا نشوف، في كان في ناس بتشتغل زي ما لغايه دلوقتي الناس دي شغاله، اللي بيجي بص اه كل حاجه انا شغاله عندي تمام، اه تمام. طب انا هعرف ازاي بقول alert واقول سلام يا عرب؟ لو جيت فعلا يبقى انا شغال تمام، لو ما جيتش يبقى انا كده شغال حاجة غلط. كنترول اس، هروح اعمل ريفرش، ولو جيت دوست عليها طبعا بيقول لك في حاجة غلط اللي هو alert is not defined، لان انا فعلا كاتب حاجة غلط اللي هي alert. يبقى انا بقول alert وبكتبها تاني، بقول alert وهنا بسيف تمام، وهنا بقوم رايح هنا واعمل refresh تاني، ولما اجي ادوس بيقول لك alert سلام يا عرب. دي طبعا في ناس لغايه دلوقتي شغالين بيها، بس احنا عايزين نشتغل على الفاير باج نفسه. بنكلم احنا عايزين دلوقتي نكلم البراوزر نفسه، يبقى هنقول console dot log. احنا كده بنكلم البراوزر نفسه، وهنقول برضو سلام يا عرب. احنا بس بصينا برضو ان احنا ممكن لما نيجي نغلط نعملها ازاي او اي حاجة. وهنا مش هننسى السيمي كولون بتاعتنا، وهنسيف هنا، وهنا هعمل ريفرش واجي ادوس تحت، هتلاقي فيه تحت يقول لك سلام يا عرب، اجي اقعد ادوس فيها انت دوست كم مرة بالظبط والكلام ده كله. يبقى انا كده عرفت ان السكريبت اللي انا بكتبه صح، يبقى انا كده ممكن اكمل. وهنكتب مثلا اي حاجه، يبقى this dot fade out، وبس احنا مش عايزين نقول مثلا slow، save refresh. يبقى انا كده شغال كل حاجة صح. ولو عملت اي حاجة غلط، يعني لان لو شلت الاو دي وخليتها سمول وهسيف واجي اعمل ريفرش وهاجي ادوس عليها، فعلا الايرور تاني تايب ايرور اوبجكت بلا 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 هاز نوت ميثود فيد اوت. طب انا في حاجة غلط في الفيد اوت، وهنا بقول لك برضه السلايدر دوت جي اس لاين 12، يبقى انا في حاجة غلط فعلا
يبقى انا كده اشيل ده اشيل دي واحط ال O ال كابيتال واعمل ريفرش. تمام التمام، يبقى انا كده مش ناقصني اي حاجة خالص. لو رحنا بصينا برضو على اوبرا هتلاقيها نفس الموضوع، بس كنترول شيفت اي، بس هنا اوبرا عاملاه اسمه دراجون فلاي. طبعا ده الكونسول، وهنا الدوكيمنت، هنا زي ما بنقول هنا انت بتدوس هنا. بس اوبرا ليها زي ما انت شايف كل حاجه ليها، ان انت بتشوف الفيرتيكال والهوريزونتال بتاع كل elements ليه. وهنا في فايرفوكس انت بتروح على بتكتب في جوجل اد اونز، وهنا بتيجي بتكتب هنا الفاير باج بتدور عليه، او بنيجي هنا اهو بيقول لك ويب اون تويكلينج اللي هو ويب ديفلوبر، بنيجي ندوس هنا اهو، وانت من هنا بتعمل له بتزوده للبراوزر بتاعك. وعلى كده يبقى احنا كده خلاص كده ما شفناش اي حاجة تاني. وبتيجي هنا برضو F12، وزي ما احنا شايفين كل حاجة هنا اهو. بنيجي هنا بنقول انا عايز الجزئية دي، اخدت الجزئية دي، وهنا شايف كل حاجة والتي دي شفت، يعني جوجل كل ده لسه بيشتغل بالطبلس. بس خلاص كده يبقى احنا شفنا حاجات كتير قوي في فاير باج، ويا ريت كل الناس تبدا تستعمل فاير باج، لان انت فعلا محتاجها. هي الاول هتبقى بالنسبه لك لا انا ما هشوف الجزئيه دي وخلاص، بس بعد كده صدقني يوم ورا يوم يوم ورا يوم هتلاقي نفسك محتاجها. واشوفكم المره الجايه، يلا سلام يا عرب.